ازاي ده حصل؟ بس ازاي ده حصل؟ بيعيط. حاجة ساعة يا ابراهيم. ايه؟ تفتكر؟ تمام، اتفضل اتفضل اتفضل. ازاي ده حصل بس يا فندم؟ ازاي ده حصل؟ والله العظيم اللي حصل ده يا استاذ، يعني لعدم كفاية الأدلة هنضطر نحفظ التحقيق. تحفظ التحقيق؟ أيوه بالظبط. إيه اللي تحفظ التحقيق ده؟ إيه اللي تحفظ التحقيق؟ إزاي؟ إزاي أنتوا كنتوا فين لما أنا تحفظ التحقيق أنت؟ كنتوا فين؟ يا أستاذ عبد العزيز أنا عايزك تهدأ، يعني العصبية غلط على الجاكيت. والقلم ده معانا. في منافسة بقى. مش منافسة ده وجعني بجد. يلا مش هبهزر. لا إله إلا الله. أستاذ عبد العزيز، قلت لك تحقيق أحفظ لعدم كفاية الأدلة. آه ضهري، عدم كفاية الأدلة. أيوه هي باينة من أولها. قول لي يا فندم، كنت فين امبارح من 6 ل 9 مساء؟ أنا كنت بتعشى بره. اكتب يا ابني. كان بيتعشى بره. كان معاك حد؟ كان معايا واحد صاحبي. اكتب. لا ما تكتبش أنت، اكتب أنت يا ابني. كان معاه واحد صاحبه. كان نوعه إيه؟ أسمراني كده. هو مين الأسمراني؟ أنا قصدي على الأكل، كان نوعه إيه؟ أنا أنت هتحقق معايا؟ انا اللي اقول واتكلم يا عبد العزيز. يا فندم ما انت مش عارف تحقق معايا من صباحيه ربنا. ما انا كان لازم احقق معاك علشان اعرف ابني حصل له ايه، والموبايل اللي انا عندنا في الشقه، والراجل اللي جه لي اسمه احمد بركات، وبعدين كلام كتير قوي في السكريبت كده انا مش فاهمه عشان ما كنتش بمثل في المسلسل ده. ايوه طب خلاص مش عارف اعمل ايه. مش خلاص عارف خلاص. هو العدل عندكم ازاي؟ خلاص خلاص العدل عندكم عامل ازاي؟ العدل عندنا شركه. اهدى. صلى على النبي. صلى على النبي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك تهدى خالص. متشكر يا فندم. يعني مش كده يا استاذ عبد العزيز، انت راجل كبير وانا متعاطف معاك. حضرتك متعاطف معايا؟ ده حقيقه انا متعاطف معاك. طب ما تجيب حاجه لله عشان حاجه لله. ايه طب تاكسي بس. مش متعاطف معاك وانت هتشحت. يعني انا قصدي ان انا سندك. يعني ايه سندني؟ يعني حضرتك لو سبتني هقع مثلا ولا لا؟ ده انا نجم هخلعك بظهري. انت راجل كبير ومش عايز اهينك. معلش يا فندم انا انا قصدي ان انا في ظهرك. كذاب. ليه؟ عشان انت جنبي. مش اقعد يا استاذ عبد العزيز. انا اسف جدا فندم. المشاعر عندي مختلطه وتعبان يا فندم. انا تعبان يا فندم. خلاص خلاص خلاص. اهدى. صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انا عايزك تهدى خالص. الموضوع مش مستاهل. انا هادي يا فندم. الله خلاص خلاص. يا عسكري عسكري عسكري. السلام عليكم. يا عسكري. وعليكم السلام ورحمه الله. عسكري. ما تردش عليه. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت بالونه؟ انت ازيك يا بالونه؟ ازيك يا طب بقول لك ايه يا عسكري؟ ما تردش عليه. عسكري اديله فوق دماغه. ده ياخد فوق دماغه ويتكلم. اسكت. ايه يا عسكري؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في حد يكلم الظابط بتاعه كده؟ ايه اللي اسكت ده؟ مش انت في حد يكلم العسكري بتاع الظابط بتاعه كده؟ في ايه؟ ما تردش ليه؟ يا باشا هو اللي قال لي ما ردش عليه. عم انت اللي قلت. مين اللي قال؟ ما حدش قال. هو انا ربنا رزقني كده بالظباط اللي بيزعقوا؟ الله يسامحه بقى محسن بيه. فكرتني بيه يا اخي. حبيبي ايام. هو فين محسن بيه دلوقتي؟ لا محسن بيه مات. ده ايش انت؟ لا اله الا الله. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. طب مات ازاي ده؟ وقع. وقع من العماره. لا اله الا الله. لا وقع من على السرير. ده وقع من على السرير. ده وقع. أيوة. على راسه ولا ايه؟ كان بيحلم بقى راح وقع من على السرير راح ميت. لا حول ولا قوه الا بالله. ما سابهمش معاك. هم ايه دول؟ الاسئله الخبيثه اللي مات باسئلته. يلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. بقول لك يا عسكري ما تردش عليه. بقول لك يا عسكري ما تردش عليه. ما بتردش ليه؟ الله انت ما بتردش عليه ليه؟ ما بتردش عليه ليه؟ انت الظابط بتاعك بيه ده عليك ما بتردش عليه ليه؟ في ايه يا عسكري؟ ما فيش حاجه يا باشا. هو اللي قال لي بس ماشي. الله عيب. ده ينفع؟ لا ما ينفعش طبعا. ده يرضيك؟ يرضيني. ما ايه اللي يرضيني؟ انا ازعلك؟ تزعلني في ايه؟ مش يعني ايه يرضيك ما ردش عليا؟ اتفضل يا عزيز. اتفضل يا فندم. متشكر. تعالى جنب بالونه. تعالى. اتفضل يا باشا. وحشنا يا بالونه. انت اكتر يا باشا. قول لي انت جاي في ايه؟ انا جاي في تاكسي ركنت ودخلت. لا هفكرك باللذي مضى. هفكرك باللذي مضى. ها جاي في يعني انت جاي عايز مني ايه؟
افتكرت يا باشا. بقول لك يا باشا في ماشي يا باشا، شكرا يا باشا. بقول لك يا باشا في واحد بقى جاب لحضرتك الورق ده، كان راكب موتوسيكل، اداني الورق وقال يا فكيك. لا مفيش حاجه، مفيش حاجه. قال ايه؟ قال يا فكيك. ورد عليه مين؟ فكيك يا فكيك دي يعني جري. ما تقول جري، قول جري. جري يا باشا. وساب لك الورق ده؟ يا باشا ساب لي الورق ده. في حاجه مش سليمه. حاجه مش مظبوطه. طبعا تفرغ لي الكاميرات وتجيب لي الموتوسيكل ده نمره وتجيب لي وش الراجل. اتفضل. قال يعني انا لو فرغت الكاميرات وجبت وشه هعرفه؟ لا، ما احنا ايه اللي وجاي يتقدم في، احنا هنجيبه، احنا عايزين نعرف ده عمل كده ليه. طب يا باشا بقى انا رايح واخد نفسي، يعني ايه الكاميرات هتطير؟ رايح واخد نفسي، احنا هنهرج في، وانت جاي من سفر روح فرغ الكاميرات. اصل بصراحه كده يا باشا يعني الراجل كان لابس طاقيه كبيره قوي على دماغه، وكمان يعني ما كانش فيه نمر في الموتوسيكل، وبعدين يعني هو انا حقق معاه واحد متخفي ومفيش نمر وجا قدام الاسم وسبته يمشي. يا باشا اصل مش عايزني، وقال لي سيب الورق ده للظابط، وانا قلت ماشي. وانا اقول الشرطه باظت ليه؟ تمام اوكي اتفضل. طب يا باشا اشوف حاجه كلها بس وبعدين ابقى امشي. اتفضل. فانت تراك كارفور. اتفضل. ما تتفضلش، ما تتفضلش. قلت حاجه؟ لا يا فندم، لا لا انا تعبان يا فندم، تعبان. اتفضل. اتفضل. حاضر. اتفضل مع السلامه. حاضر. اتفضل. قفشته عفريت. تيجي كمان؟ يلا يلا اتفضل يا سعد، انا هرج، انا في اسم. اتفضل روح، يلا اتفضل. السلامه. اخد الورقه معايا. خد الورقه، بل هات الورقه بالونه، تاخد الورقه معاك. حك شهيه، انا في اسم محترم. اتفضل يا فندم. انا عيل صغيره. خلاص يا فندم معلش، انت الكبير. انا واقف الاسم ده على رجلي. انت الكبير، انت الكبير يا فندم. انا غبي يا استاذ عبد العزيز. كلنا عارفين ده يا فندم، كلنا عارفين ده. كلنا عارفين ايه؟ كلنا عارفين تقوم. شوف شوف تقوم تاكدها لي. شوف الورق فيه ايه طيب. الله. شوف الورق فيه ايه. بالونه يجي ويفرقع جنبنا هنا. ويفرقع جنبنا هنا. الله. الله ما عارف. تقوم يرضيك. يرضيني بصراحه، انا مش هزعلك. لا حول ولا قوه الا بالله. انا حاسس الورق ده في دليل، في حاجه، في حاجه كده مش انا قلبي. ايه يا فندم لقيته؟ ربع كيلو طماطم، نص خيار، جزر. طماطم ايه يا فندم وخيار ايه يا فندم؟ ده اللي مكتوب. شوف كده بس، قلب في الورقه كده يمكن يكون في دليل قاطع او واقع. ايه يا فندم؟ طارق قاتل امضاء فاعل خير. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. ظهر الحق يا فندم، ظهر الحق. يلا يا فندم، يلا بسرعة يا فندم، نروح نجيبه من شعره. لا مش هينفع نجيبه من شعره. ليه؟ طارق أقرع، مش هنعرف نجيبه من شعره. يا فندم نجيبه من أي حتة، بس المهم يبات هنا النهاردة يا فندم. مش هينفع يبات هنا. ليه يا فندم؟ سرير واحد اللي بنام عليه. يا سيدي خده جنبك، ده زي أخوك. مش قصدي، مش قصدي. أمال إيه؟ هجيبه ليه؟ تجيبه ليه يا فندم؟ ما طارق قاتل ده واحد بعد جملة كاتب أي ورقة، أول ما راح أجيب الراجل ويبقى هو قاتل، ده مش دليل. في دليل تاني يا فندم. إيه هو الدليل؟ إحساسي. مفيش الكلام ده عندنا، القانون ما بياخدش بالاحاسيس والمشاعر، القانون بياخد بالدليل القاطع والواضح. عندك حق يا فندم. بعد اذنك. استنى استنى. ايوه فندم. انا شامم ريحه حاجه من الصبح غريبه. معجون سنان؟ معجون سنان. الميك اب بتاع ده. لا اتفضل يا زلمه. شكرا يا فندم، شكرا. وبعد مرور حبه من الزمن، وبعد مرور حبة أخرى، حبة كمان، حبة فوق، حبة تحت، خلص كده شوية الزمن اللي معايا، خلصوا. اتفضل اتفضل يا أستاذ عزيز، معلش عدى مرور وقت طويل، معلش معلش. أستاذ عبد العزيز باختصار كده وبوضوح، وأفضل لك وأحسن لك إنك تكون واضح وصريح معانا. قتلته ليه؟ قتلته يا فندم عشان القانون ما بيعترفش بالاحاسيس والمشاعر. تقوم تقتله يا استاذ عبد العزيز؟ ايوه يا فندم، ايوه. انا استنيت كتير، استنيت القانون يجيب لي حقي والعداله تنصفني وتجيب حق ابني اللي مات. نزلت يا فندم، نزلت في الشارع، اتخبطت يمين واتخبطت شمال واترميت على الارض ومشيت على الرصيف، واستنيت كتير، استنيت وعدى اتوبيس واثنين وثلاثه. وبعدين؟ رجلي وجعتني. من ايه؟ من الوقفه. انا مالي ومالي الوقفه؟ احاسيسي ومشاعري هي اللي بتمشيني يا فندم. يا استاذ عبد العزيز تعالى لي هنا لو سمحت كده. احاسيسي ومشاعري. اتفضل جنبي هنا. احاسيسك ومشاعرك ازاي؟ انا مش فاهم. فهمني. انا فاهم حضرتك. ايوه. حط ايدك على دراعي. اهو. حسيت بايه؟ ما حسيتش بحاجه. طب شوف كتفي. اهو. حسيت بايه؟ ما حسيتش بحاجه. طب شوف ظهري كده. اهو.
احس بايه؟ ما يعني هحس بايه؟ بالله عليك مش عايز انزل الجيم شويه. تنزل جيم ايه؟ يا عوز ابو عزيز ما تعصبنيش. يا فندم ايه؟ لا هتشل عليك. لا يا فندم انا اسف. اتفضل يا ابو عزيز مكانك. اسف يا فندم انا اسف. انا اسف. قتلته يا فندم كان لازم اقتله من بدري، كان لازم اقتله اول ما عرفت. يا عوز ابو عزيز حتى لو كان هو فلنفترض برضه ما ينفعش تاخد حقك بنفسك، احنا اللي نجيب لك حقك. انتوا ما جبتوش حاجه يا فندم فاروق، نزلت انا جبت وجبت عيش وجبت جبنه وقعدنا. انا مالي ومالك؟ مش كلنا كلنا. مش كنت تستناني؟ هستناك فين بس يا فندم؟ كنت اتمرن معاه يا استاذ عبد العزيز، ما تعصبنيش. انا اسف يا فندم، انا اسف، انا اسف، انا اسف يا فندم، انا اللي قتلته. ايوه انا اللي قتلته يا فندم، انا اللي قتلته وبعترف، بعترف يا فندم ان انا اللي قتلته. يعني انت معترف انك قتلته؟ ايوه يا فندم من بدري يا فندم والله، انا بقالنا ساعه، انا بعترف بقالي ساعه، حضرتك حققت معايا وعرفته ورحنا الجيم و... باخد وقت يعني، باخد وقت. لا مفيش وقت يا فندم، خلاص. عسكري. عسكري ليه يا فندم؟ يوصلك على الحبس. عسكري يوصلني على الحبس؟ يوصلني انا؟ بعد ايه يا فندم؟ بعد ايه؟ وانا جاي هنا عشان العسكري يوصله على الحبس؟ ازاي يا فندم انت مين صاحب الاسم ده؟ انا. لا مش انت يا فندم، انت لو كنت صاحب الاسم ده كنت جبت لي حاجه شربتها من الصبح ولا حاجه كلتها. حضرتك مش ممكن تكون صاحب الاسم ده ابدا يا فندم. حاجه حاجه تاكل؟ انت جاي تخطب بنتي في ايه يا فندم؟ يا فندم اعمل ايه؟ في ايه؟ حضرتك قاتل ومعترف. طيب يا فندم حولني على اي حاجه. اتفضل على اسم. الاسم ولا فين؟ الاسم او مستشفى الامراض العقليه او مستشفى. حضرتك لسه ما حددتش يعني، انا انزل دلوقتي العسكري اللي هيحدد اروح الاسم ولا اروح مستشفى الامراض العقليه النيابه قصدي. يا فندم سايب مصيري في ايد العسكري. يا فندم انا اللي هحدد حضرتك، انا اللي هحدد، بس انت شكلك اتجننت يا فندم. طب انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. عايز اسالك سؤال. اتفضل. انا هروح الاسم لوحدي بس النيابه يعني والحجز اروح لوحدي. اتفضل. بس حجز. الحجز ولا النيابه يا فندم؟ الحجز. اروح منين يا فندم؟ اخر الطرقه شمال. طب هي اقرب ولا المستشفى يا فندم؟ اتفضل اقرب. انت رحت في ايه يا معلش يا فندم؟ انا بكرامتي اخد تاكسي بكرامتي يا فندم واروح المستشفى. حضرتك تعال اشتري حاجات من. انا هروح المستشفى. ليه؟ عشان فيها جيم. انا مالي ومال الجيم. طيب لا 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 اتفضل. شكرا يا فندم شكرا. اتفضل. تاكس. الراجل ده مريب.